ما ادري وش سوى يشتكيك بالاخير بعد وتحب نعلم الطيبه راح اي نعم تحليبه هذا واحد ان واحد انت تحطه على الجرح يبرى بمعنى الكلمه وخير ومن هل الخير يا سلام من حظه والله يستاهل وعلى طول في الحرم الله اكبر الله اكبر لا والله اني لاحظت على ولده ملاحظه ما هي طيبه الكلام هذا زمان ترى لاحظت على ولده مغيري يتهبهب ايه حتى الشاهي في العرس يصبه الطوس ما عاد يصبه اذناجي كهرباء ها الكلام هذا معي انا حصل ما تزل ايه وانا اروح لابوه طال عمرك واسولف معه وشلونكم وعساكم طيبين ومقدمات ومنا والعيال وشلونهم وقال العيال الحمد لله طيبين اسولف واعطيه زي ما تقول مقدمات بعرف ما وراه يقول ان شاء الله يصلح لنا ويصلح للمسلمين ما بغيت افاجئ ابوه واتركه واروح لعمه قلت تعال العلم كذا وكذا 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 أنا أبو ما اكتشف شيء اي ما اكتشف على نياته على نياته يمكن لو يجيه اشك والله قال عمه اثبت يا اخوي اثبت اي وزعل وابشر حلو ذي قال قلت يا ولد قال ما بطبيعي انا ما نفسي اذبن عليك انا اعلق بصه قلت اثبت لك ما تزعل اخذوا الكلام قال اثبت وان شاء الله ما نزعل سلام. يا سلام انا شعبي مطوع شعبي يا سلام شعبي يعرفوني متابعيني يا سلام نعم ومعي جيب وانا اخذه معي قلت تكفى يا ابو فلان بنروح انا وياك ناصلنا مشوار ونجي اي وانا مزعل جيب وانا قال اضحك مبسوط انت يلعب الولد يا سلام والله يا اخوان هذا الحاصل رحت للعب قلت يا ابو فلان ابالي الا لا بالي انت خابر انت انت مطوع انت قلت يا ولد الطباعه في القلب ولا في الشك اي قال والله سوالفك دايم وعلومك يا اخوي انت الصادق قلت اي والله الصادق ابي لي وحده اي ويقول ها ويقول ها تذا طلع على ان اعطانيها تبي هذه ولا ذي؟ اي والله انه معطينيها بيمناي هذا. اي يا راجل. وانا احطها في مخباي قلت مشينا للقصر. مصيبه. وننزل في القصر طال عمرك وانادي عمه. قلت السلام عليكم. اي هل عم شوي شوي. قال لا انت صادق قلت والله صادق. هيا طلعوني من الموضوع. انتهيت. انا طلعوني من الموضوع. الرجال هالحين مدرس ما شاء الله تبارك ما نبي ذاكر المنطقه اللي هو فيها ما شاء الله ورجال فيه خير وعلومه زينه تاب وتاب الله عليه هداه الله ان شاء الله هداه الله ليش التفتوا له ونبهوه وانت جزاك الله خير يعني نبهت دل على الخير كمان هذه السالفه في كلمه صارت معي في كلمه بقولها باذنك طلعت الحصه منه في كلمه بقولها باذنك ابو صالح في كلمه بقولها باذنك قرب يا رب والله كل الناس الراس عند الشيء لو كل الناس مثل الرجال ذا كان الدنيا بخير يا والله ان هذا الحرم مدرس بعد يوم ان الله سبحانه وتعالى بغى يروح فيها الله يبيض وجهه الله يبيض